احتضنت قاعة الاجتماعات بالمرصد الوطني للمرأة والفتاة صباح اليوم ندوة حوارية حول العنف الممارس ضد النساء والفتيات. يدخل تنظيم هذه الندوة العلمية التي أنعشها علماء وقضاة وحقوقيون مواكبة للأنشطة المخالدة لذكرى اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة. في مسعى من المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة للإسهام في تخليد اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، يأتي تنظيم هذه الندوة الحوارية حول الموضوع. الندوة تدعى إليها عدد من العلماء والقضاة والحقوقيين وأصحاب الرأي بغية تحسيس الرأي العام بضرورة محاربة العنف القائم على النوع ضد المرأة. اقترحنا أن تكون هذه الندوة ندوة حوارية يلتقي فيها ممثلين عن الجهاز الإداري الحكومي والنواب والقضاة والعلماء حول موضوع حساس وظاهرة عالمية يشتكي منها العالم بأسره، ألا وهو العنف بجميع أشكاله ضد المرأة والفتاة. كما تعرفون أن تتنامى ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات في مجتمعنا، كما تتنامى مع هذه الظاهرة ظاهرة لا تقل خطورة وهي التستر على العنف. فعاليات هذه الندوة تخللتها عروض قدمت من قبل علماء وقضاة وبرلمانيين وحقوقيين ذكرت بالأحاديث النبوية الواردة في تعامل الشريعة مع المرأة والرفق بها، إضافة إلى مواضيع أخرى تطرقت إلى إشكالية التمييز والعنف ضد النساء والفتيات وتقديم مقترحات ملموسة حول الحلول المناسبة. يعقوب اللصوفي، الموريتانية.